ما ماخذين حق من حقوقه، ماكو بس راتب، وصار 6 سنوات على استشهادة. زين، لا حد اجاني، لا حد دق بابي، لا اخذت قطعة ارض. وهسه والد الشهيد محتاج عملية فتح صدر، تبديل شريان وبطارية، واني حالتي ما ساعد. اتمنى توصل صوت المسؤولين والشرفاء. انطوني اياها لمحمود. مرحبا محمود. السلام عليكم استاذ. عليكم محجية، شلونك؟ شخبارك؟ شلون الصحة؟ شلونك بعد استاذ؟ الله يسلمك. يما انت تاخذين بس راتب للشهيد؟ اي والله، صار لي 6 سنوات كل شيء ما حصلك، لا قاع لا شبر، رغم انه ابني هو الضحى بنفسه، هو اللي تصدها للسيارة مال المفخخة اللي هي كانت ب6:30 الصبح، وبس هو راح بها شهيد. وكلها موظف عسكري، الاهل سكري، لا كان حارس ليلي، اي كان حارس بشارع الاطباء، اي واللي فداها نفسه هو وحده، بس هو راح بها شهيد. وصار لي 6 سنين اركض على موت قطعة ارض، لان انا ما عندي، هو كان المعين عندي، والمعين الله، بس هو المعين اللي كان يدفع لي ايجار. وابوه مريض، يعني ابوه صار له 6 سنين مريض. زين، واخوه الصغير هم عندي مريض، وما حد يعني ناشدت، ما خليت لا قطعة ارض لا شبر بتكريت الي. اصلا انا يعني ابني اللي ضحى بنفسه شبر بتكريت ما عندي. ما خليت استاذ، ما خليت، هي اللي راح اروح عليها. هسه قلت لهم ما اريد لا قطعة، انطوني خيمة، لان انا عندي بنات وابوهم مريض، وانتو يعني انطوني خيمة اقعد بيها انا وياهم. زين، بس ما يمن 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 حكيتي ام محمود، لمن رحتي يا مسؤول؟ قبل شهرين رحت قابلت المحافظ الجديد مال تكريت، اي وحاشا للاستاذ انس، وقال للمدير البلدية، قال له اي ما يخالف. قبل فترة رحت راجعت على مد قطعة الارض، قال اذا تطلع لي قطعة الارض خلا اظل قاعدة بالايجار، بس المهم اسوي عملية لابو، لان ابوه حالته واضعة وما عندي احد معين. يعني تصور بطلت اخوه من المدرسة على مد يشتغل الله يجيب لي لقمة الخبز. والله رحت عليها على اي اي امي اسرعك، رحت عليها قال للاستاذ، قال له ايه ما يخالف. رحت قبل فترة على هذا، يقول لي لا بعد وين، هاي 2017، روحي جيبي لي كتاب من المحافظ يلا امشي لك واسطتك. قال لي انا الا كتاب ابني شهد لها السكريت وضحى بنفسه، هاي اكبر كتاب المفروض تسووا له اياه، مو مالي اروح اجيب لك كتاب من المحافظ. والد الشهيد ايش عنده يعني يريد له عملية وما عندك فلوس؟ ما عندي، ما خليت استاذ نجف، لا مناشدة لا أم ولا كلها. وين عمليته؟ وين شد عملية أمه؟ هو عند الشريان الأبهر، لازم فتح صدر، هو لازم الشريان الأبهر. والله يا أخويا يا أم محمود، يا أم محمود اسمعيني بخصوص العملية. أولا أنا أخاطب المرجعية الدينية بالنجف الأشرف، الشيخ مهدي الكربلائي. اي والله هذا والد الشهيد. اي والله استاذ، انا اريده من شاربك مستشفى الكفيل ان تتكفلون بعلاجه. اريدها من عند المسؤولين والشرطه. يما سمعيني ام محمود، اريدها تتكفلون بعلاجه، لانه انا ما نخيتكم بشغله ورديتوني، وانا شغلتي مو لي، انا شغلت للناس. فشيخ مهدي الكربلائي هذا الرجال بشاربك، لانه الوليدات مشغولين مشغولين بالبوق، ومشغولين بالحرام، ومشغولين بالشوبي، ومشغولين بإفراغ البلد. هاي الحرمة العراقية اللي الآن تتحدث تتوسل على عملية الوالد الشهيد. والله توسل. الشيء الثاني يا محمود، والله العظيم إذا تستحون على أنفسكم، لما بالمؤتمرات وباللقاءات التلفزيونية تتحدثون عن الشهداء ودور الشهداء وأهمية الشهداء، ولكم أم الشهيد اللي ضحى بنفسه، عدها بنيات وعدها وليدات صغار، تدور على خيمة تقعد بيها في زمنكم. يا مسؤول شريف اليوم يقبل على نفسه، والد الشهيد تتوسل بالمسؤول على خيمة تقعد بيها؟ والله توسل بيها. ليش ضحى حتى تبقون تلعبون قمار
تلعبون قمار او سوالف مكسره وتبوقون البلد وام الشهيد تدور لها على خيمه. يا شريف بيكم يقبل؟ والله انا انخى العراقيين اللي ان شاء الله كلهم شرفاء. والله ما حد يسوي شيء. ماشي محمود. ما حد يسوي شيء. ماشي محمود. لا والله يا هذا حق العراقيين، هذا حق العراقيين وحق الشهداء. انا واحد من الاصوات اللي تطارب، والله تنقص عليه شوارب. وهاي الحرة العراقية اللي طلعت الان امامكم، انا اتمنى بغيرة المسؤول، بغيرة العراقي هسه المسؤول، لانه هذا الزمن الاكبر كثير ما يسوون صاروا مسؤولين. انا اتمنى بغيرة العراقي في موقع متخصص في صلاح الدين يقولها تعاي امه ليش ما عدتش، واذا الدولة اليوم ما تطيش والله راح نتعاون نسوي لك خيمه نشوف لك كرفان. ولكم ام الشهيد اللي حضن السياره المفققه وقدم نموذج تدور لها على خيمه تنام بيها وتخاف على شرف بناتها، انتم شرف ما عندكم، غيره ما عندكم. هاي القطره طاحت. ولكم العراقيات العراقيه الحره الكريمه تطوا ليتها وما عندها فلوس ايجار، الطب على المحافظ يقول للمدير البلديه اعطي قطعه، مدير البلديه ما يحترم المحافظ، تردون تفرونها ب 16,000 دائره على مود تجيب لك كتاب تعطيها قطعه؟ ليش هي القطعه مطيها من بيت الخلفك؟ مو هذا استحقاق اللي يسوى شاربك؟ ولك هذا بطل وطني عراقي ضحى على مود تبقى مدير بلديه وعلى مود فلان يصير محافظ. صرت حراميه لكن ذولا يبقون عناوين. مرة أخرى شيخ مهدي الكربلائي، هذا الرجل بشاربك أنه مستشفى الكفيل بالمستشفيات الخاصة للمرجعية أن تعالجونه وتقومون بحالته. أما قضية الدولة والله أنا بعد ما أدري، هسه مشغولين بسعر الدولار. لا حول ولا قوة إلا بالله.